عمل في المويا في الحار شوفونا يا نظارة عمل في المويا في الحار شوفونا يا نظارة جلنا شدة ديارة انسان اللي حسارة جلنا شدة ديارة انسان اللي حسارة قلب التعلينا اللعبة سلمنا ورمينا سلاحنا والحارة تشنع لو ننسى ننسى ما نزهي نسوانا تحرمنا بالخرجة لا خدمة كان لبطالة نسوان الحارة مرجة لا راح مولى عدالة تحرمنا من الخرجة لا خدمة كان بطالة نسوان الحارة مرجة لا رحمة ولا عدالة لا رحمة ولا عدالة لباس في مخك ولا ولا شنطيتي من البطالي لتعب الشو عليكي طيب 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 يسيبونا نكملوا لعبتنا شو عشك ما دورتوها سرقة يا بنتي يا بنتي شكت عليكي هلا بالقوال ولا بتحبي تبلزيكي العادة ايه ابلبز وستين ابلبز بس كمان وبلا منها اللعبة معاكم بلا منها شو بلبستوها اللعبة كالعادة؟ وشو هالحالة؟ اشكبها في القاعة لموها على شو؟ لموها وخلصوني السلام عليكم دعباس لك واحدة واحدة حبيبي لك خلي معك كعبة زيتون ولك شو هالجاروش لك تبنين كله في سمير اي والله كارلوس كل في الشارع اي والله ما عيني من يوم اللي شدوا فيه جيجي والشاه يا مقطوعة ايه احمد ربك لك على ليلة كل ويكند تروح تشوفها مو مثل غيرك كل ويكند نعديها رايق ودايب وفي سير الايام محموس ومعازل يا ماما يا ماما كارلوس شو عندي سؤال خطير شو حسيت لما شدوا جيجي قلبي دق يدق يا ماما يا ماما لك قلت لك 100,000 مرة قلت لك في سائر الايام ارمى لوفر وهيك بتحكي مع الماكسيمو حبيبي برومو يعني ايه صحيح صانيو بيي لك لك شو الله يعطيك الدنيه الله يعطيك الدنيه لك شو لك شو هيدا ها زيت زيتو جوتا وصلاطه هي ولا راحت كلاطه فرغتوها الكوجينه ولك بيي طول بالك شو بلا بيي ولك الأولاد جواعة ايه انت نضيفهم شوي شو فيها لك شو شايفني شو شو لحر الصرانة تدلوا علي لك شو شايفت لهبو ايه ما بتكيف لك قفز قاعد من لك قاعد اشوف لك شو ها لك شو هاللهماقة لك شو هالبلاطة ازعم يناموا ويدنقوا وبعدين يقول لك البطالة قلتنا لك شو خليته في امها قالوا بطالة ما بطالة مروب ام جي جي مروب ام جي جي تدوقيه تظلي تروحي وتيجي من برا دوب القشرة ومن الداخل ترواجي صباح الخير ام جي جي ايه والله حي الله لعيونك هالرقبة سدادة والقهوة من عندي كالعادة قوليلي حقا انتي ليه جيتي متأخرة اليوم ليش؟ بدي تنسنس امبوتياج حبيبتي امبوتياج ما في مانع معه بلاكي
بس تحيرت عليكي وبرا. قوليلي شو عملتي في حكاية جيجي؟ أنا سمعت إنه الرئيسة في واحد من خطاباتها بتاع راس الشهر وعدت بالعفو على المساجين، زعما صحيح هالكلام؟ شحناك حبيبتي، كل ما تظهر هالمشومة في التلفاز شعل النار وتهيج عليها العباد. وطي صوتك ولي الحيطان عنده ودان، بدك تباسيني؟ لك هادي أمنا ورفعت روس كل النسوان، مين بيسترجي يقول كلمة قدامنا؟ لك مين؟ لك شيختنا بحقوق ما كنا نحلم بيها، لك والله ما راح نلاقي لئيسة مثلك. ايه تقبر عظامي الرئيسة، شو بحبها أنا؟ تعرفي كيف أم جيجي؟ أنا رح رشحها وانتخبها لل 2114. ايه ها؟ ايه رح نشوف، ما يدوم في الوقت كان حجره حبيبتي. أحلى من وشك. يلا يلا على خضر الفرشكي، هي غلت امدع بسكلا بركي، ويلا يلا على خضر الفرشكي، هي غلت امدع بسكلا بركي، ولك اوف اوف. قولي ايه ايه مدام، ما تفرزي الغلة لقطي كلها كيف كيف فرشكي، ولك سيب السوا من ايدك منيح هيك، شفتي شلون؟ ولك روحي ينقلعي. ولا العمى شو هي، ما شايفتني يعني انا ترونسبارون؟ شو بها خارجه كتراوله؟ ايه اكيد شويه الخضار ما حسيتها بيديها وهي تتشرط. ايه تمشي تزمر محسوب. شو حبيبتي مكرلوس؟ ايه مروحه من الشغل بكير اليوم ولا فاصعه من الاداري مثل العاده؟ ايه لا والله حبيبتي امدعبس، عندي شويه هيك خدمه، قلت روح للدار كملها. بتعرفي امدعبس صار لي زمان ما دخلت القهوه، ايه مشان كل ما ادخل بايدي الدوسيات الكلاتهم يصيروا يهزوا فيها ويحطوها. والله حبيبتي مكرلوس لو حبيتي الفريتي يعني هالدوسيات رح يجننوكي، خدي بالك ها والزلقة فلقة. ايه ام كرلوس ديري بالك ها، لو بتصير اي سرقة بالادارة رح توحي لفراسك وجيبوك على برا. ها الا تهني حبيبتي، ساعتها بحط كرسي بجلب ابو كارلوس بقرا له شوية قصص واشعار بثقفوا لك، مو بحط كرسي بجنب دكان امدعبس وقيد احوال الماشي والجاي في السوق. كولي بخس لك شو ام كارلوس، قتلتينا بهالقرايه، لك شو عملوا بها الناس اللي قبلناها؟ اولادنا تتسكع في الشوارع والبريد ما فيهم ثلاثه ضل. لك يا جاهله انت مو عارفه شو قال الفيلسوف افلاطون؟ لك ام دعبس مين افلاطون؟ افلاطون ايه؟ افلاطون يعني توم هاي تبع المقرونه. لك تضرب انت كمان شو جاهله، لك ام الجهل اقعدي هيك اتلي ضوافرك وتبرنزي بالجهل تبعك. زيدو كوني بخس. ما علينا ام دعبس، ايه شلون ام جيجي؟ والله صار لي زمان ما شفتها، وبعدين انا اغتصت بالخدمه وما لقيت وقت اسال عنها. والله شو بدي اقول لك مكرلوس حبيبتي، فريتي هي احوالها متغيره كثير الصراحه. صحيح هي عم تروح وتطلع جيجي يعني بارفوا هيك، بس حاستها لأم جيجي إيه مستقلدة للضابطة إيه وعم تستنى لها في الدورة. الله يستر يا لطيف. إيه أكيد مزمرة عليها الضابطة، هديك عمرها تعملها؟ ولك تضربي شو جلطامة ولا؟ ولك الله يقطع الفريب وحوائج الفريب. هي يا حلوة تعالي اندهي لي خالتك ام جيجي. يلا قلتلك ما عاد تجيني للشغل؟ وصعي بالك وصعي بالك حبيبتي لكان، وبعدين الطماطم خلصت ولازم اخذ اربع باقات وربطت مع النوس.
كل شيء خلص؟ مخليت لك 250 دينار مش تقضي شورك وما توريني قدك؟ يا حبيبتي يا حبيبتي والله هال 250 دينار ما بيكفوا شيء. يا دوب باكو حليب، حكة شمية، حكة معجون، وهرش فيك من الطبق. الصبر ليك يا رب. خذ خذ يا مراجة، وانت على الفلوس تولي تتلبت كدجاجة، وخليني اسمع بيك تتعدل الفريب وتشري حاجة. خذ يا زياد حبيبتي، تقبري قلبي نتدلل عليك. وبعدين ما كنت اجي هون وحدي لو كان عندي، وانتي ما تحبي اني اروح العطار وكردي ومليش ناكل وحدي؟ ها يلي انتي شوك وانا الهندي. منيح منيح، الله يحرق عظام اللي خليك تجيني. ولك عظامي انا اللي انحرق. ولك سلامة عظامك حبيبتي. مش ليوني مرويك انحرق، يا خرب بيتي مش ليوني مرويك انحرق. ولك ستوب بالله، ولك ستوب ستوب بالله. لو كان نرجع شوية لتالي اقبل الجينيريك، وبعد كملوها هاك السلاطة والبريك. شفنا نسيف القهوة والشارع والرجال في الدار وتعول، شفنا عرس وجو ولمة وكرسها متاع مروب وابو فلان وام فلانة. تيماني فتناكم بالحديث عاد وخلطت عينا رمضان. عادينا الحلقة الأولى من غير ميكساج، أماما سامحونا من غير ما فهمناكم الحكاية وأصل الرواية. وأنا بسيفتي الراوي وصلتني دي كومنتير على الفيسبوك وقالوا لي ما فهمنا شيء، أما ها نضحكوا برا. عاد قلت مدامكم ملمومين لكل اليوم نحكيكم باش حد ما يقول فاتني الحديث. عيشناكم حياة يومية عادية نتاع ناس سوريين ما لقاوش الخير في بلادهم، وجاوا لتونس لاجئين وعملوا حارة سماوها حارة النبارة. وزيد عليهم اللي تحكم فيهم امرأة عرافة شدوها التجز بقفتها عام 2077 وقت الكوفر فوق، في لحظة ولات رئيسة سماوها عليسة وبركت على الكرسي 23 سنة كاملة. ومدام تجازة عطاها الوقت وشدت السلطة في قارب غلطة ما لهموش عن نساء كيف تفك بلاست الرجال، أما كيف تولي فيها حرقان كروسة لا عاد ينفع فيها لا عولة ولا حوسة. لا تحزني يا مجيجي لا تحزني. علينا اللعبة سلمنا ورمينا سلاحنا، والحارة تشنعل وننسى ننسى ما نزهي نسوانا. تحرمنا بالخرجة لا خدمة كان لبطالة نسوان الحارة مرجة لا رحمة ولا عدالة. تحرمنا بالخرجة لا خدمة كان لبطالة نسوان الحارة مرجة لا رحمة ولا عدالة. عنا رجال أبطال في الفرصة بيستنوا، في الفرصة بيستنوا نسواننا رجال رح ينتفضوا ويجنوا، رح ينتفضوا ويجنوا. واللي فرق
ظالم يا ويلو من الله. بالعقل يداوي جروحك، في اليد في اليد اصنع روحك، والحرية قريبة تفوتك حتى